ربنا وأرسلنا كل باطلا ورسلا اجتنابا فتغنى منا في أوسامنا فتغنى منا في أوسامنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اكتب العمل والسلام والعافية والتقبل ببلادنا هذا ولبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ولي علينا ثوابنا ويرفع عنا شرارنا اللهم خذ الشرار الذي اللهم خذ الابرار الذي اللهم خذ الامان الذي الذي نجاوا بالاسلام الجديد بنجاح جديد في عنوان جديد اللهم ثبت قلب الاعداء اللهم ثبت جمع الاعداء اللهم تمم جوار الاعداء اللهم خرج قيود الاعداء اللهم خالف قيود الاعداء اللهم خالف